بارك في الوقت. الأسبوع اللي فات خدنا حياة منسة ملك يهوذا، وعرفنا إن كانت حياته مش كويسة، وللأسف ضل شعب إسرائيل وطوح بيهم بعيد عن ربنا لمدة 55 سنة. لكن ربنا افتقده بشوية ضيقات كده في آخر حياته، سمح بيها ربنا فتاب. منسى تاب، لما تزل تاب، وبعد كده حاول يعمل شوية إصلاحات بسيطة زي ما نيفين شرحت لنا المرة اللي فاتت، ولكن ما كانش قادر يعني يعمل حاجة ذات قيمة، لأن طبعا 55 سنة ده جيل أكتر من جيل، يعني ناس اتولدت عاشت في نجاسات وفي شرور وفي عبادة أصنام وآلهة غريبة، وعمل أصنام للآلهة الغريبة ومذابح للآلهة الغريبة جوه الهيكل، كان عايش في شر فظيع جدا. فاحنا يعني هنحاول كده النهاردة زي ما وعدنا ان احنا ناخد الصلوة بتاعته اللي صلاها كتبها لما تاب وطلب من ربنا الغفران. لو شفنا كده بسرعة الأول خلفية تاريخية نراجع فيها اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. طبعا احنا عارفين موضوع انقسام المملكة، وفي حزقية الملك البار اتكلمنا عنه، وبعد كده منسى ده حفيد حزقية، حفيد حزقية لأنه ابن حزقية ملك شوية وما كانش كويس، وبعد كده جه بعديه منسى بقى كان وحش خالص خالص وارتكب أخطاء فادحة، وبعد كده حصل سبي، وبعد كده تاب. الصلاة دي بتاعت منسى جه تنويه عنها في سفر أخبار الأيام، لكن النص نفسه موجود كان في التراث اليهودي، ولذلك احتفظت به بعض المخطوطات بتاعة النص السبعيني أو الترجمة السبعينية. وإحنا عارفين أن إحنا عندنا النهاردة نصوص كاملة للترجمة السبعينية من القرن الرابع، النسخة الإسكندرية والنسخة الفاتيكانية وأيضا النسخة السينائية شبه كاملة برضو، فدي أقدم نسخ كاملة. عندنا طبعا مخطوطات من قرون قبل الميلاد، مخطوطات يونانية وأجزاء وشذرات من السبعينية، لكن عندنا نصوص كاملة للسبعينية. فمن أشهر النصوص الكاملة الكتاب كامل كودكس، يعني ورق كده مش رول حتى كده، ورق صفحاته محطوط على 4 أعمدة أو 3 أعمدة في كل صفحة. دي النسخة الإسكندرية. وليه تسمت الإسكندرية؟ لأنها اتنسخت في إسكندرية في بدايات القرن الرابع أو منتصف القرن الرابع كده، يعني في النص الأولاني من القرن الرابع اتنسخت في إسكندرية. هنفهم من نص الصلاة بتاعت اللي بيدرسوا يعني النصوص بالضبط، من نص الصلاة اللي هي باليونانية طبعا مكتوبة لأن الترجمة السبعينية كلها يونانية، هنفهم إن أصلها عبراني، أصلها عبري ومترجمة لليوناني. ولنفس الصلوة دي اترجمت للغات تانية برضو كتيرة زي اللاتينية القديمة اللي اترجمت في القرن الثاني. اللاتينية القديمة دي مهمة على الرغم إنها مش ترجمة يعني منقحة، لأن ترجمها ناس كتيرة. طبعا احنا فاهمين ان الغرب بيتكلم لاتيني، فعايزين بسرعة يفهموا النصوص اللي باليوناني، فترجموا مجموعة من الناس مش معروفين مين يعني، بس مجموعة من الشطار اللاتيني اللي هم اللاتين بيعرفوا شوية يوناني، فترجموا النسخة المشهورة باسم اللاتينية القديمة. دي ترجمت في القرن الثاني عن السبعينية على طول، عشان كده لها أهمية. صحيح فيما بعد حد ترجم بقى ترجمة لاتينية تانية، ده في القرن الخامس، وترجم من العبري عمل لخبطة في الكنيسة، لكن
الترجمه اللاتينيه القديمه زي السبعينيه لانها متاخده من السبعينيه. طبعا الترجمه اللي جت بعد كده كانت يعني اكثر يعني العرض بتاع الاسلوب بتاعها شيق ومظبوطه، عشان عملها واحد اسمه جيروم، وده كان يعني شاطر قوي في اللاتيني وفي اليوناني، فانتشرت على الرغم من انه الكنيسه في روما ما رضتش تقبلها لانها راح على مزاجه كده ترجم من العبري، وده ما كانش منهج الكنيسه ككل. الكنيسه المسيحيه من اول الرسل بنوا كل حاجه على النص اليوناني، ما لهمش دعوه بالعبري. فهو جيروم عمل كده على مزاجه، ولذلك الكنيسه ما رضتش تقبلها. لكن مع مرور الوقت يمكن بعد 100 سنه من الترجمه دي فرضت نفسها، لان الشعب حبها، لانها لغتها سلسه وواضحه اكثر من اللاتينيه القديمه. في القرن السادس بداوا يعتمدوها وقالوا دي نعملها ترجمه شعبيه يعني، او هي كانت اشتهرت بالفولجاتا يعني الشعبيه. ايا كان، النص بتاع صلاة مناسة موجود في الترجمة اللاتينية القديمة، وموجود في السوريانية في عدة مخطوطات، وموجود في الحاجات اللي اترجمت في القرون الأولى المبكرة في الأثيوبية والسلافونية والأرمينية. يعني النص ده موجود في اليوناني. طبعا مش النص العبري، نقصه شوية حاجات عشان كده ما بنلاقيهاش في الإنجيل اللي في إيدينا، اللي هو طبعة البيروتية اللي هي بتاعت فان دايك وبطرس البستاني دي اللي تمت في القرن ال19. أيضا الصلوة بتاعت مناسة دي موجودة في قوانين الرسل، وموجودة في الدسقولية إشارات عنها في القرن الثالث، فهي صلوة معتمدة في الكنيسة. طبعا بالنسبة لنا إحنا كأقباط بنقراها في الكنيسة في ليلة سبت الفرح، تسابيح سبت الفرح من ضمن التسابيح والصلوات اللي احنا بنقراها في سهرة سبت الفرح، صلاة مناسة لما تاب ورجع لربنا. لكن على الرغم من ان هي 15 آية بس او 15 عدد، لكنها تعتبر من اروع الكتابات اليهودية التعبدية، لان فيها خشوع وفيها روح توبة كبيرة خالص. التعبيرات اللي موجودة في الصلاة بتأكد ان الكاتب هو مناسة اللي هو الملك، ولانه بيصلي بيقول يا إله أبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبعدين بيذكر كمان خطاياه، ان هو ان خطاياه دي كرمل البحر، يعني فعلا بيعترف ان هو اخطا خطايا لا تحصى على مدى العشرات السنين اللي كان فيها كملك. وبيتكلم برضو عن نفسه بانه انسان صاحب سلطان. الكلام ده ليه؟ لان الصلاه نفسها ما فيهاش اسمه، الصلاه عنوانها صلاه مناسة، لكن هي الصلاه نفسها الايات المحفوظه دي ما فيهاش اسمه، بس يعني من خلال الصلاة نعرف ونتأكد ان ده مناسة اللي كاتبها. واضح؟ وبرضه بيقول ان هو في قيود من حديد، وده ذكر عنه في الأسفار المقدسة الثانية، ان هو راح سبي، اتسبى لبابل وقيد بقيود من حديد وأهين واتسجن. فهو برضه بينوه عن كده، كل دي تأكد ان هو الكاتب يعني. وحاجات أخرى هنشوفها مع بعض دلوقتي. طبعا كل ده يتفق مع وصف الموقف بتاع مناسة الملك. في التلمود اليهودي، كلمة تلمود جاية من تلمذة، حتى الكلمة قريبة من يعني تلميذ يعني تلمذة. تلمود ده كتاب موازي غير الأسفار المقدسة، لكنه كتاب فيه تقاليد وفيه أقسام لأعراف وتقاليد وطقوس خاصة باليهود، وده مش يعني ما هوش حاجة قديمة قوي، جت في القرون المتأخرة قبل المسيح على طول، يعني القرون الأخيرة اللي قبل ميلاد المسيح. في 6 أقسام التلمود ده،
مواسم الزراعة ومواسم الأعياد وفي قسم خاص بالنساء والتقاليد اللي المفروض يراعوها ويتبعوها إلى آخره يعني. لكنه في إشارات، زي مش شرح لكن إشارات عن الأسفار المقدسة وبعض تعليقات عليها وحاجات زي كده. ففي كتاب التلمود بيشير للصلاة دي برضو وبيتكلم عنها، وده بيأكد إن هي صلاة قديمة خالص يعني، موجودة كانت في التقليد اليهودي. طبعا الخلفية المختصرة عن منسى ده مجرد يعني إن أفكركم باللي اتقال الأسبوع اللي فات، إن منسى اسم عبري معناه من ينسى، ودي أول واحد سمى بيها أولاده مين؟ يوسف. سمى ابنه الكبير سمى ابنه الكبير منسى. صحيح مش هو اللي خد البركة، أفرايم أخد بركة عنه، لكن سمى ابنه الكبير منسى يعني من ينسى، وقال لأن الله أنساني تعبي. يعني يوسف أصله اتبهدل بعد 13 سنة عبد، اتباع عبد واشتغل خدام في بيت فوتيفار وبعد كده اتسجن 13 سنة. فلما ربنا رفعه وفرعون خلاه نمرة 2 في المملكة وعطاله زوجة كاهن، عطاله أنا آسف ابنة كاهن كزوجة لي، ابنة كاهن مصري يعني عيلة مهمة جدا جدا، فعطاله بنت كاهن مصري تبقى زوجة لي لأسينات. فأول ما خلفت له ولد سماه منسى، يعني إيه؟ قال ده ربنا أنساني تعبي وفرحني، مش بس أعطاني زوجة لك، أنا أعطاني نسل وفرحني في زمن غربتي، فسماه منسى يعني من ينسى. و بعد كده اتقال الاسم ده يمكن مش كتير يعني، اتقال بس على منسى الملك. منسى ده ابن حزقية حفيده يعني، وده أطول واحد مع الأسف يعني، أطول واحد جلس على عرش مملكة يهوذا. مملكة يهوذا دول نسل داود، نسل داود اللي جه منهم المسيح. فللأسف ده أطول واحد وهو أسوأ واحد. يعني مش مثلا الكويس يقعد مدة أطول، هما مش كلهم قعدوا مدة طويلة، بس في ناس قعدت يعني حاجة وعشرين سنة، وفي ناس قعدت حاجة وثلاثين، وفي ناس قعدت حاجة واربعين. آسى مثلا قعد 40 41 سنة، وده كان ملك مش بطال يعني، خدنا وكلمنا عنه قبل كده. لكن منسى قعد 55 سنة ملك وهو عنده 12 سنة، ومات عنده 77 يعني لو حسبناها كده. فقعد 55 سنة على عرش مملكة يهوذا، أخذ الحكم سنة 693 وهو عنده 12 سنة. زي ما كلمنا المرة اللي فاتت أفكركم برضو، اشتهر في بداية مملكته بأعمال غاية في البشاعة. يعني باباك يعني آمون ده ما قعدش غير سنتين ومات، وقعد لا مدة أطول شوية، ما كانش كويس. لكن منسى هو ابن حزقية، قعد ملك وهو عنده 12 سنة بعد ما حزقية أبوه مات، وكان راجل يعني قاد الشعب في نهضة روحية هايلة. حزقية منسى هد كل اللي عمله باباه، هد كل اللي عمله باباه، يعني ضلل الناس وعبد الأوثان، عمل كل الشهوات الوحشة اللي ممكن شخص يتصورها، وخلى طبعا الشعب وراه، عمل آلهة غريبة وخلى الشعب وراه يعبد الآلهة الغريبة، وتصرف تصرفات أقبح من الحاجات النجاسات بتاعة الأمم اللي حواليهم. في آخر حياته أسروه الأشوريين وخدوه لبابل، والضيقة دي خلته يتأدب شوية ويتوب.
وعموما كويس ان الانسان يتعلم من الضيقات ويتعلم ويتوب. لما ربنا يعني يسمح كده بالضيقه، الضيقه بتيجي من عدو الخير والاشواك بتيجي من عدو الخير، لكن ممكن جدا ربنا يسمح بيها من اجل تاديب الانسان ومن اجل توبه الانسان. فكويس ان هو انتبه وتاب، تاب فعلا. طبعا يعني ان الواحد يتوب متاخر خالص في اخر حياته احسن ما يتوبش خالص، يعني كويس ان هو يتوب. فتاب، وعلشان كده ربنا زي عطاله فرصه انه يحاول يصلح شويه من التخريب اللي عمله في المملكه. تخريب اللي عمله في المملكه ما كانش قليل ولمده طويله جدا، فربنا عطاله الفرصه، فكان عجز يعني، كان كبير في السن فوق 70، فسابوه الاشوريين، سابوه ورجع لاورشليم ومات هناك سنه 639 قبل الميلاد. حاول يصلح شويه بعض من الحاجات اللي افسدها، ورجع العباده تاني، وحاول يشيل بعض المذابح اللي كان عملها للآلهة الغريبة وللأصنام والنجاسات بتاعة السواري والعبادات الوثنية اللي كان دخلت للمملكة. سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 33 نقرأ كده ملخص سريع للي عمله منسى. كان منسى ابن 12 سنة حين ملك، وملك 55 سنة في أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. التعبير ده معناه، احنا غالبا النهاردة مش هنلحق نخلص غير منسى يعني، فأنا هتكلم بتوسع في بعض النقط. التعبير ده معناه زي ما ربنا قال لشعب إسرائيل، قال لهم بصوا الأرض لما نقدسها بعلاقتنا بربنا الأرض تدينا خيرها وتطلع لكم خير وتتمتعوا بيها وتعيشوا فيها في سلام. طيب لو نجستوها بالشر وبالعبادة الردية يحصل إيه؟ الأرض دي هتبقى زي الحديد، مش هتطلع لكم خير، تزرعوها ما تطلع لكوش خير، ولا السماء تنزل لكم مطر، وفي آخر الأمر الأرض دي تطردكم منها عشان يجي ناس كويسين فيها، الأرض دي هتطردكم. وديكوا شفتوا، ده كلام ربنا، أنا بقول كده بطريقة مبسطة، أديكوا شفتوا الناس اللي نجست الأرض، أطردتهم من قدامكم، حافظوا بقى على الأرض الجيدة دي وعيشوا فيها بقداسة علشان ما تطردكوش. لو رجعنا شوية ورا كده في التاريخ، ربنا وهو بيوعد إبراهيم بعد ما قال له اترك أرضك وعشيرتك وراح وراه، وراح بقى في المنطقة بتاعة أرض كنعان، فربنا ظهر له في رؤيا قال له بص يا إبراهيم، مش أنت اللي هتورث، أنت لسه لوحدك، لكن نسلك اللي هيبقى مثل نجوم السماء ورمل البحر هو اللي هياخد الأرض دي. مكان الأموريين والحثيين والجرجاشيين واليابوسيين وكل الشعوب اللي كانوا في المنطقة، بس مش دلوقتي، مش هتاخدهم دلوقتي، لسه قدامك 430 سنة تقريبا، وبعد كده هيجي نسلك يورث الأرض دي، لأن ذنب الأموريين ليس كاملا بعد، وكأن الأرض محتفظة لسه بالشعب، لأن الذنب إيه؟ لسه الكاس ما اتملاش، لأن ذنب الأموريين ليس كاملا بعد، فأنا هسيبهم وهديهم فرصة يتوبوا.
لكن للأسف بيكملوا مكيال آبائهم، زي ما شعب إسرائيل ربنا عطاهم فرصة يتوبوا وبعدين في الآخر قال لهم إيه؟ قال لهم أنتوا كملتوا مكيال إيه؟ آبائكم، فخلاص هوذا بيتكم يترك لكم إيه؟ خرابا، وأنتوا هتتشتتوا في العالم. وده اللي حصل طبعا، ده اللي حصل. فالأرض بتفرح وتتقدس وتتبارك لما يكون فيها ناس بتخاف ربنا وبتعرف ربنا وبتسبح ربنا وبتعبد ربنا وعايشة في القداسة. لما تكون الأرض للأسف فيها ناس أشرار بينجسوها، بيخلوها تبقى ملعونة، بيخلوها تبقى زي مش مستريحة إذا جاز التعبير، ففي الآخر بتطرد الناس اللي فيها، وربنا يشيلهم ويجيب ناس تانيين لعلهم يصونوا النعمة. تعرفوا ربنا هو بيكلم لسه شعب إسرائيل، يعني كان لسه ما دخلوش، عن طريق موسى بيكلمه، بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم بصوا، الأرض اللي أنا هدخلكم فيها دي بتاعتي، ما فيهاش بيع وشراء، الأرض ما تتباعش ولا تتشري، ده أنتوا ضيوف عندي، الأرض دي بتاعتي أنا. بس هما طبعا ما سمعوش كلامه، يعني هما ما سمعوش حاجة من اللي قالها لهم، وبقوا يبيعوا ويشتروا ويبيعوا في إخواتهم كمان، بيستعبدوا إخواتهم، عملوا شرور كتيرة شعب إسرائيل. لكن ربنا كان قايل لهم، قال لهم الأرض دي بتاعتي، أنا هطرد منها الشعوب اللي نجستها، لكن افتكروا إن أنتوا كمان لو نجستوها زيكوا زيهم هطردكم منها. وده اللي حصل. عشان كده كان وهو بيكلمهم يقول لهم تعيشوا في مخافة ربنا علشان ما تبقوش زي الأمم اللي أنا طردتهم من أمامكم. طردتهم ليه؟ لأن ذنبهم خلاص اكتمل، فجه التأديب عليهم واتطردوا. للأسف برضو شعب إسرائيل عملوا نفس الأخطاء فطردوا من الأرض، ولما تابوا رجعهم، لما تابوا رجعهم، وكان وعدهم بكده، قال لهم حشتتكم وطردكم من الأرض لو أنتم ما صنتوهاش، وده اللي حصل. لكن كان قايل لهم برضو في سفر التثنية، قايل لهم لو أنتم تبتوا، لو كنتوا في أقصاء السماء هجمعكم، لو كنتوا في أقصاء الأرض هجمعكم وهجيبكم وتسكنوا تاني في الأرض دي معايا. كانت الأرض وسيلة للإيه؟ يعني كانت هي الهبة بتاعة العهد القديم. طبعا في العهد الجديد احنا عندنا ميراث سماوي، أرض جديدة وسماء جديدة يسكن فيها البر، مش زي الأرض الأولى والسماء الأولى. يقول لك قد مضت والبحر لا يوجد فيما بعد، فيش ملوحة، فيش هياج، مفيش البحر يشير لبحار الخطايا، مفيش في السماء لا شر ولا ناس بتتخانق مع بعضها ولا ناس بتشتهي ولا ناس بتطمع ولا ناس بتحقد ولا نجاسات ولا كبرياء، مفيش في السماء، البحر لا يوجد فيما بعد. فهنا بيقول عدم عمل الشر في عيني الرب حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. طيب ما النتيجة إيه؟ ما أنت كمان يبقى كده مشيت في طريق الشر، هتطرد. وعاد فبنى المرتفعات التي هدمها حزقية أبوه، يعني دواخد مملكة نظيفة والناس متعودة على العبادة وتسبيح ربنا والأعياد الجميلة، واخد وضع مثالي، واخد وضع مثالي. عمل إيه؟ خرب الدنيا. عاد فبنى المرتفعات، المرتفعات دي كانت أماكن بيتم فيها إقامة مذابح للأوثان والعبادة وتقديم ذبائح للأوثان، وذبائح الأوثان كانت دايماً مخلوطة بنجاسات، دايماً مخلوطة بنجاسات، وأحياناً تكون مخلوطة بعبادات وحشة جداً، زي إنه يقدموا عيالهم ذبائح للآلهة دي.
وكمان كانوا النجاسات جزء من العبادة، النجاسات والشر والزنا جزء من العبادة. فبيقول كده: عاد فبنى مرتفعات التي هدمها حزقية أبوه، وأقام مذابح للبعليم الآلهة اللي كانت حواليهم، وعمل سواري. زي ما أنا شرحت قبل كده، السواري دي بتبقى زي صارية أو سارية، بيبقى زي عمود كده ويعلقوا عليه صور نجسة، حاجات عارية وأعضاء كده عشان للشهوات، يعني عشان خاطر السواري دي نجاسات، كان عشان يحركوا شهوات الناس. وسجد لكل جند السماء، آلهة غريبة، وعبدها. كان في ناس طبعا بتعبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب وكده. وبنى مذابح في بيت الرب، بنى مذابح للآلهة الغريبة دي جوه الهيكل، الذي قال عنه الرب في أورشليم: يكون اسمي إلى الأبد. نجس الهيكل بالعبادات النجسة الوثنية. وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب. داري اللي هو الجزء الداخلي والجزء الخارجي، الجزء الداخلي اللي هو في المذبح النحاسي والمرحضة، وبعد كده القدس وقدس الأقداس، بعد كده في الدار الخارجية دي فيها أروقة ومباني كتيرة، وفيها جزء للأمم، فيها جزء للنساء، فيها جزء مش عارف، يعني الهيكل ضخم كان قوي. فبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب، وعبر بنيه في النار في وادي ابن هنوم، دي من الطقوس الوثنية، وعافى وتفاءل وسحر. كل دي طقوس وثنية مع السحرة والشياطين. واستخدم جانا وتابعه، اشتغل مع الشياطين ومع السحرة اللي بيتبعوا الشياطين، وأكثر عمل الشر في عيني الرب لإغاظته. طبعا ربنا إله غيور، محب للبشر لكنه غيور، دول ولادي بابني يعمل كده، يسيبني ويعمل كده ويخرب لي البيت بتاعي ويطوح بالناس بعيد عن عبادتي. فشيء يعني يقول لك أكثر عمل الشر لإغاظة الرب. ووضع تمثال الشكل الذي عمله في بيت الله، عمل تمثيل للأوثان وحطها في بيت الله، الذي قال الله عنه لداود ولسليمان ابنه: في هذا البيت وفي أورشليم التي اخترت من جميع أسباط إسرائيل أضع اسمي إلى الأبد، ولا أعود أزحزح رجل إسرائيل عن الأرض التي عينت لآبائهم. وعد كده من ربنا أن أنا هفضل على طول معاكم، وذلك في شرط هنا: إذا حفظوا وعملوا كل ما أوصيتهم به، كل الشريعة والفرائض والأحكام على عن يد موسى، كل الشريعة اللي ربنا عطاها له. ولكن منسى أضل يهوذا. تخيلوا لما يكون شخص واحد يبهدل الدنيا. رسالة العبرانيين لو أنتوا تفتكروا في الإصحاح 12، قديس بولس الرسول بيتكلم على القداسة، وبيتكلم على أن حتى التأديبات اللي ربنا بيسمح بيها بتكون لتنقيتنا، أي ابن لا يؤدبه أبوه، وبتكون لتنقية حياتنا، علشان خاطر بيقول كده: لكي نشترك في قداسته، لكي نشترك في قداسته. رح مكمل وقايل ايه، يقول: لئلا يطلع أصل مرارة فيصنع انزعاجا فيتنجس به كثير. ممكن أصل مرارة يعني حاجة كده، ايه، واحد يدخل النجاسة في المجتمع بتاع الكنيسة، يصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون، يبقى عامل زي نقطة الحبر اللي تنزل على دورق مية نقية، يفسدها. أصل مرارة يصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون، أهو منسه.
لكن منسى أضل يهوذا وسكان أورشليم ليعملوا أشر من الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. بيكرر تاني: وكلم الرب منسى وشعبه فلم يصغوا. ربنا ما سابوش، بعت له رسائل كتير. تقليد اليهودي، إشعيا لما منسى ملك كان لسه عايش وحاول مع منسى، ان هو كان كبير قوي في السن إشعيا، حاول مع منسى انه يرجع ويتوب. ما لا مش بس ما استجابش، لا ده انتقم من إشعيا، قال له انت تخرس ما تتكلمش خالص. طبعا إشعيا ما سكتش، فقال له خلاص انا هوقف صوتك ده واشيلك من الدنيا دي. وقتلوا، قطعوا نصين كده حسب التقليد اليهودي، انه جاب زي منشار خشب فيه كده سنان حاده وقطع إشعيا ده بالنص كده. فإشعيا مات شهيد على ايدين الرجل ده. فربنا كلم منسى، ما سابهوش، كلم الرب منسى وشعبه فلم يصغوا، فجلب الرب عليهم رؤساء الجند الذين لملك أشور. ربنا بقى ايه؟ زي ما احنا قلنا، ربنا مش بيصنع شر، لكن ربنا بيحوط على أولاده. ولو إنسان محتاج تأديب بيشيل إيده كده. فعدو الخير اللي طبيعته الشر والنهش والعدوان، عدو الخير ما بيصدق بقى، يبتدي يضرب. فجلب الرب عليهم رؤساء الجند الذين لملك أشور، فأخذوا منسى بخزامة، ربطوه، عارفين الخزامة اللي بتتحط في المناخير، ربطوه جروه كده زي الحيوانات. أخذوا منسى بخزامة وقيدوه بسلاسل نحاس وذهبوا به إلى بابل. ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع جدا أمام إله آبائه. عجيب ربنا أنه يقبل واحد بالمنظر ده بعد كل اللي عمله. لما تواضع ربنا طيب، ومهما كان ودلوا ولاده. فالتأديب جاب نتيجة، فيقول كده أنه طلب وجه الرب إلهه وتواضع جدا أمام إله آبائه وصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرعه ورده إلى أورشليم إلى مملكته. فعلم منسى أن الرب هو الله. الخبرة بقى، خبرة حية هو شافها، ربنا أنقذه بشكل معجزي. مش ممكن أبدا، مش متوقع أن منسى ده يرجع تاني، بس احنا مش عارفين إيه اللي حصل، لكن بيقول أن ربنا رده، رده، دي معجزة، لأنه تضرع بكل قلبه وصلى فاستجاب له الله. طبعا ده في حد ذاته بيدي رجاء، بيدي رجاء لكل إنسان مهما تمادى في الخطية، له رجاء. وده يخلينا إحنا حتى لو حد بيتمادى في الشر ضدنا ما نزعلش، ما نقولش يا رب أنت سايبه ليه؟ ما تخلصني منه أبدا. ولاد ربنا ما يقولوش كده أبدا، يقولوا يا رب ده أنت قبلت توبة منسى بعد ما خرب الدنيا، أنت لما تواضع قبلته، أنت قادر تهدي يا رب فلان، أنت قادر ترحم فلان، أنت قادر تتوب فلان، عشان ما يتماداش في الشر والكاس بتاعه يزيد ويدفع ثمن أصعب. أنت قادر يا رب. ونصلي من أجل توبة الناس بدل ما نزعل ونطلب لهم شر ولا حاجة، لا، نصلي من أجل توبتهم. فمنسى تاب. بعد كده يقول إيه؟ وبعد ذلك بنى سورا خارج مدينة داود غربا إلى جيحون في الوادي وإلى مدخل باب السمك، وحوط الأكمة بسور وعلاه جدا، ووضع رؤساء جيوش في جميع المدن الحصينة في يهوذا.
عمل شوية إصلاحات في المملكة، ويبدو أنه هو كان مهمل حتى مدنيا، يعني مش بس دينيا، لا مدنيا كان مهمل. كانت البلد محتاجة صيانة وإصلاحات ومباني، وكان علشان غرقان في النجاسات فكان مهمل فيها. وممكن كمان نفهم الكلام ده إن هو كان نتيجة اعتداء جيش أشور عليه، في أجزاء اتخربت وكان محتاج يصلحها، يعني في أجزاء كانت اتخربت من المدينة فبنى الأسوار اللي كانت محتاجة تتبني. وبعدين بقى عمل يعني على قد ما قدر بقى في عجزه وفي شيخوخته بعض الإصلاحات الروحية البسيطة، يعني يقول لك أزال الآلهة الغريبة والأشباه من بيت الرب، نظف بيت ربنا تاني، وجميع المذابح التي بناها في جبل بيت الرب وفي أورشليم وطرحها خارج المدينة. جبل بيت الرب ده اللي هو بيسموه حاليا جبل القدس، أو اللي هو المنطقة الساحة العريضة اللي في شمال شرق أورشليم، عالية كده شوية، وكان مبني عليها الهيكل. الهيكل مبني في النص، لكن في جزء في الشمال وفي جزء في الجنوب. دول دي ساحة بيت الرب، دي ساحة ضخمة خالص اللي هي مسميها هنا جبل بيت الرب. طبعا المنطقة دي حاليا اللي هي مبني عليها في النص مكان الهيكل بالضبط المسجد بتاع قبة الصخر اللي هو بالجولدن دوم، بالقبة الذهبية، ده مكان الهيكل بالضبط. في جنوب الجبل، في الجنوب الغربي، مبني مسجد ضخم جدا برضو اللي هو مسجد الأقصى، المشهور بالمسجد الأقصى، في قبة كده برضو، المسجد ضخم يعني، بس القبة على حتة صغيرة منه، قبة فضية. ده الوضع الحالي حاليا. فالهيكل كان في النص بالعرض كده، يعني اتجاهه ناحية الغرب، الهيكل اتجاهه ناحية الغرب، وواخد النص في الجبل كده، الجبل من الشمال للجنوب طويل، الأرض كبيرة يعني من الشمال للجنوب، والعرض في من الشرق للغرب العرض ما أقل شوية، يعني مستطيل كده. فالهيكل في النص، فالمنطقة الثانية هي الجبل برضو، جبل اللي هو بيقول عليه هنا جبل بيت الرب وفي أورشليم. شال كل المذابح اللي كان زرعها هنا وهنا وهنا وهنا، مذابح غريبة الآلهة غريبة، وطرحها خارج أورشليم، ورمم مذبح الرب. مذبح الرب ده اللي كان مهجور، خلاص الناس سابته وسابت عبادة ربنا. رمم مذبح الرب وذبح عليه ذبائح سلامة وشكر. ياه، في آخر حياته بعد كل التخريب ووقف، كان موقف العبادة تماما لدرجة أن مذبح بيت الرب بقى مهجور، رممه وقدم عليه. وأمر يهوذا أن يعبدوا الرب إله إسرائيل، عمل زي أوامر، قال لهم نرجع لربنا ونعبد ربنا ومالناش دعوة بقى بالآلهة الغريبة. إلا أن الشعب كانوا بعد يذبحون على المرتفعات إنما للرب إلههم. طبعا ما فيش وعي لسه خالص، يعني الشعب ده 55 سنة بعيد عن ربنا، لا في تعليم ولا في عبادة ولا فيه. فالناس رجعت لربنا لكن ما تعرفش حاجة، ما يعرفوش يمينهم من شمالهم، لا في معلمين ولا في كهنة بيمارسوا العبادة ولا في لويين بيعلموا ولا في حد. فهم عندهم مذابح في حتة تانية، فقال لك برضو ايه الطقوس بقى بتاعتهم، يعني عايشين عليها بقى لهم عشرات السنين، فقال لك بس نقدم برضو ذبائح في اي حتة تانية. طبعا ده مش طقسي، ده مش صح، هو في مسبح واحد بس في الهيك هو ده اللي يتقدم عليه، لكن علشان كانوا طبعا جهلوا، فقال لك طب نقدم برضو بس لربنا، بدل ما نقدم للآلهة الغريبة هنقدم ذبائح في أي حتة من المذابح الكتيرة اللي في المرتفعات اللي عندنا بس تبقى لربنا. وبقية أمور منسى وصلاته إلى إلهه، شوف هنا في إشارة واضحة للصلاة، وكلام الرائين الذين كلموه باسم الرب إله إسرائيل. الرائين اللي بيقصد بيها يعني واحد من الأنبياء زي إشعياء اللي أنا شرحت عنه،
ها هي في أخبار ملوك إسرائيل: وصلاته والاستجابة له وكل خطاياه وخيانته والأماكن التي بنى فيها مرتفعات وأقام سواري وتماثيل قبل تواضعه، ها هي مكتوبة في أخبار الرائين، أخبار الأنبياء يعني. ثم اضطجع منسى مع آبائه فدفنوه في بيته وملك آمون ابنه عوضا عنه. يبقى أصلح برضو اللي أنا قلته في الأول وأكده أن منسى ده ابن حزقية على طول، ده ابن حزقية، حزقية ولده قبل ما يموت ب 12 سنة. فلما مات حزقية بدأ منسى ويعني عمل لخبطة كبيرة خالص خالص زي ما احنا شفنا. هنا ده الكلام اللي مذكور في سفر الأخبار، لكن مش مذكورة الصلاة. الصلاة دي موجودة في الأسفار اليهودية لوحدها، طالعة كده لوحدها، ولذلك موجودة في التراث اليهودي، فترجمت في النسخة السبعينية وفضلت موجودة، وهي موجودة برضو في العبرية بس ما أضافوهاش هم للأسفار، لكن الكنيسة اعتمدتها. تعالوا نقرأ بقى إيه الصلوة بتاعة منسى وناخد كده إيه كم درس حلو نختم بيه. الصلاة بتاعة منسى بتقول إيه: أيها الرب الضابط الكل، إله آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم الصديق، نسلهم الأبرار يعني، يا صانع السماء والأرض وكل عالمها، يا من قيدت البحر بكلمة أمرك، يا من قفلت اللجة وختمتها باسمك المرهوب المجيد. يعني إيه؟ فاكرين إحنا في القداس الغريغوري بنقول من أجل ألجمت البحر، مش كده؟ ألجمت البحر يعني حطيت له حدود، يعني ما بيتخطهاش. فهنا بيقول الكلام ده يعني: أنت صانع السماء والأرض وكل عالمها، قيدت البحر بكلمة أمرك، قفلت اللجة، اللجة اللي هي المية، مية الكتيرة جدا، مية البحر يعني، وختمتها باسمك المرهوب المجيد. يا من يرهب الكل ويرتعد من وجه قدرته، الكل بيخافك ويرتعد من وجه قدرتك، لأن عظم جلال مجدك لا يحتمل، ما نقدرش نقرب منه، وسخطك بالوعيد على الخطاة لا قوام له. يعني مش هنقدر نقف قصاده، لو انت غضبت، لو انت هتعاقب الخطاة مش هنقدر نقف قصادك. ورحمة موعدك لا تحصى ولا يستقصى أثرها. كمان مراحمك يا رب، مراحمك دي ومواعيدك بالرحمة أنك أنت هترحم، دي مراحم عظيمة جدا جدا لا يستقصى أثرها. لأنك أنت الرب العلي المتحنن الطويل الأناة والجزيل الرحمة والتواب على مساوئ الناس، اللي بتقبل توبة الناس، بتقبل توبة الناس اللي بيسيئوا بيلخبطوا وانت بترجع تقبلهم تاني. أنت يا رب على حسب كثرة صلاحك وعدت بالتوبة والغفران للمخطئين إليك، وبكثرة رأفتك حددت توبة للخطأ للخلاص. قلت إن الخطاة لما يتوبوا يرجعوا أقبلهم ويخلصوا. وبعد فأنت أيها الرب إله القوات لم تضع التوبة للصديقين لإبراهيم وإسحاق ويعقوب الذين لم يخطئوا إليك، بل وضعت التوبة لي أنا الخاطئ. إزاي بيعترف أنه هو أسوأ واحد؟ الناس الكويسين دول التوبة يعني، طبعا التوبة لنا كلنا، لكن يعني دول مستوى تاني، لكن أنا التوبة دي علشان أنا، فإني قد أخطأت أكثر من عدد رمل البحر، قد تكاثرت أثامي يا رب، قد تكاثرت أثامي، ولست أنا بأهل أن أتفرس وأنظر إلى علو السماء من كثرة ظلمي. فاكرين مثل العشار؟
والفريسي، لقى 18، لما السيد المسيح بيوصف العشار بيقول ايه؟ بيقول جه كده وقف في الاخر خالص ولم يكسر انه يرفع عينيه للسماء، لكنه ايه؟ قرع صدره وقال اللهم ارحمني انا الخاطي، فخرج مبررا دون ذاك الفريسي. فنفس التعبيرات دي، نفس التعبيرات اللي قالها السيد المسيح كان قايلها منسى، بيقول قد تكاثرت اثامي يا رب، قد تكاثرت اثامي ولست انا باهل، يعني لست مستحقا ان اتفرس وانظر الى علو السماء، انظر علو السماء من كثره ظلمي، وانا منحني بكثره قيود الحديد. واضح ان الصلوه دي قالها او كتبها وهو لسه في السبي. لئلا ارفع راسي وليست لي راحه لاني اغضبت غضبك والشر قدامك صنعت، اذ لم اصنع مشيئتك ولا حفظت اوامرك. وانا اعتراف بكل خطاياه، واعتراف بتفصيلي يعني بكل خطاياه بيكررها. فالان احني ركبه قلبي الى صلاحك، او في نص في ترجمه ثانيه الى عذوبتك. انت حلو يا رب، انت حلو، انت جميل، انت صالح. انا احني ركبتي قلبي مبتهلا الى صلاحك. اخطات يا رب اخطات، وباثامي انا عارف، لكنني اسالك متضرعا اغفر لي يا رب اغفر لي، ولا تهلكني باثامي ولا الى الابد تحقد علي حافظا علي شروري. يعني تفضل ماسك علي اخطائي وتموتني بيها. لا يا رب اغفر لي، لا تهلكني باثامي ولا الى الابد تحقد علي حافظا علي شروري، ولا تسجنني في اسافل الارض، يعني ما تحبسنيش في الهاويه، لانك انت هو الله اله التائبين. انت اله التائبين، سمى ربنا اله التائبين. شوفوا الرجاء اللي عنده. وفي وفي توضح كل صلاحك. ما انت لما تغفر لواحد زيي تبقى فعلا انت صالح. وفي توضح كل صلاحك لاني انا غير مستحق، فتخلصني على حسب كثرة رحمتك، واسبحك كل حين جميع ايام حياتي، لان اياك تسبح كل قوات السماوات، ولك المجد الى ظهر الظاهرين. امين. صلوة جميلة جدا، مليانة خشوع، فيها اعتراف بضعفه بخطيته كتير قوي، عمال يقول أنا أخطأت أخطأت أخطأت، لكن بيطلب مراحم ربنا وبيطلب سماحه وبيقول له أنت إله التائبين. تعالوا ناخد بعض النقط كده أو المعاني الروحية في الصلاة. قبل ما يعني أتكلم في الصلاة جه في بالي أنه كان في تأثير للتربية اللي ترباها مناس، لأنه شرد من سن صغير. لو كان لقى حد يهتم بيه من سن صغير ما كانش حصل كده اللي هو عمله ده كله. ويمكن يمكن مش عارف يعني يمكن علشان كده ربنا عطاله فرصة، لأنه شافه يمكن ضحية لأصدقاء سوء، ضحية أن باباه توفى وهو صغير وما لقاش حد يهتم بيه ويعلمه. فربنا يعني عطاله الفرصة وفضل وراه لحد لما تاب. التربية حاجة مهمة قوي. هنشوف بعد كده حفيد لمنسى، ده رجل ملك عظيم جدا، مع أنه برضو عانى من نفس الموقف بتاع منسى يمكن أكتر شوية. بابا مات وهو عنده 8 سنين مش 12، 8 سنين. هنشوف يوشيا يجي يعني واحنا بنتكلم على الانبياء في المرات اللي جايه، الملوك المرات اللي جايه. يوشيا ده بابا مات وهو عنده 8 سنين، لكن ربنا بعت له كان رئيس الكهنه بقى، رباه في مخافه ربنا وعلمه واهتم بيه، كان لسه خامة كده حلوة صغيرة.
ولادنا دول لما نهتم بيهم هم صغيرين يفرق جدا في حياتهم. لما احطه على طريق ربنا يفرق جدا، لما اعلمه مخافه ربنا واحكي له عن حب ربنا واحكي له عن نعمه ربنا يعيش كده شبعان بالنعمه من وهو صغير. التربيه مهمه جدا جدا، في حين لو سيبنا اولادنا لاصدقاء السوء او مجرد جبناهم كده في الكنيسه من غير وعي، يقول لك انا بجيب ولادي الكنيسه بس، مش كفايه. هو يمكن هو في الكنيسه ما حدش مهتم بيه، لو انا كبابا او ماما مش مهتم بيه مجرد ان انا هحطه بس كده في الكنيسه ممكن يلقط اي حاجه برضه مش مظبوطه، لان الاخطاء موجوده في اي مكان. لازم في وعي، حتى يسموه بالانجليزي intentional parenting. intentional parenting يعني تربيه بوعي وبنية وأنا عارف بعمل إيه. لازم أعلم ولادي وأغرسهم وراعيهم واهتم بيهم وأحوط عليهم وأتكلم مع الخدام، عشان إحنا كلنا بنشتغل سوا. أتكلم مع أبونا ومع الخدام ومع الخادمات ونشتغل سوا. التربية والنشأة مهمة جدا جدا. الراجل ده اتيتم من هو 12 سنة، ودي ممكن تكون حاجة أثرت عليه جدا. في السن ده ملاش حد يهتم بيه وما كانش حد واعي، يمكن معرفش بقى حزقية تتحسب ضده دي ولا إيه، ما كانش واعي إنه يربيه في سن صغير. محدش يقول أصل ولادنا لسه صغيرين، لسه الصوم إيه دلوقتي؟ لسه نقعد نسيبهم براحتهم نفرفشهم. لا، الصوم من سن صغير والصلاة من سن صغير ومعرفة ربنا ومخافته وقراية الإنجيل نشجع عليه من سن صغير، ما ينفعش نستنى. فواحد زي كده بابا مات وهو 12 سنة وما كانش عنده أساس، أخدوه بقى أصدقاء السوء والشلة وراح بقى ضاع معاهم، وكان سبب تعب لمملكة بالكامل. فالتربية حاجة مهمة. ولو قارنا بين منسة ويوشية حفيده تشوفوا الفرق. يوشية تربى على أيدين رئيس الكهنة فطلع قديس، طلع وقاد نهضة روحية. طبعا منسى ما لحقش يعني يظبط الامور، وابنه امون برضه معاه كان وحش، كان شرير، خد معظم ايامه شرير، لكن يوشيا رجع تاني كل حاجه زي حزقيه كده. هما الاثنين الملوك دول هما الشمعتين المنورين في كل سلسله يعني ملوك يهوذا، وهم الوحيدين الاثنين اللي اتقال عنهم ان هم مشوا ورا ربنا زي داوود. زي داوود. المهم يعني فالتربيه ليها اثر كبير، ومن سن صغير مش بس بجيبهم معايا رايح جاي، لا بعلمهم وبوعيهم وبغرسهم في الكنيسه وبشجعهم وبوعيهم لكل حاجه وافهمهم واشرح لهم. تاني حاجة برضو واضحة قبل تفاصيل الصلاة، إن ربنا لا يفقد الرجاء في إنسان مهما كان. إن شاء الله في آخر حياته، وشفنا اللص اللي كان فاضله ساعات أو دقايق قبل ما يموت، ربنا فتح له الباب وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. فربنا ما بيفقدش الرجاء فينا. محدش أصلا يفقد الرجاء في نفسه ولا يقول أصل أنا مش نافع، أصل أنا وحش، أصلا ازاي يعني؟ ده تكون اوحش من منسى، ده اللي قعد عشرات السنين بعيد عن ربنا وخلى كل المملكه تضيع وراه. فربنا ما بيفقدش الرجاء، بيسعى لتوبه الانسان ورجوعه بجميع الوسائل. نمر الثلاثه، لما تيجي ضيقات ما نتضايقش، لان احنا احيانا
بندوق ربنا وبنعرفه وبنعرف نصلي كويس في الضيقات أكثر من الأوقات التانية. مناسة ده ما عرفش ربنا غير في وقت الضيق، ورجع لما كسر قوي، ورجع وانحنى بقلبه أمام الله وطلب التوبة والمغفرة وصلى وربنا استجاب. فلما تيجي ضيقات ما نقولش ليه الضيقات، تيجي ضيقات ده خير، هنصلي أقوى في الضيقات، هنصرخ لربنا أقوى في الضيقات، إيماننا هيزيد وتوبتنا هتبقى أقوى في الضيقات. رابع حاجة، حاجة تعبير أنا ما بنساهوش للقديس ماري إسحاق، ماري إسحاق يعني إحنا له تعبيرات كده ما تتنسيش أبدا. بيقول إيه؟ بيقول عن خبرة يبدو، أو يعني كان رجل أب رهبان، هو يعني كان أسقف بس ما كملش في الأسقفية، راح رجع تاني توحد، كان أسقف نينوى في القرن السادس وبداية السابع. فبيقول إيه؟ بيقول حقا يا الله أنك لا تكف عن تذليلنا بشتى التجارب والأحزان حتى نتضع، لأن أنت يا رب عارف أن أول ما الإنسان بيتضع خلاص بيتملي بالنعمة وبيبقى مقبول قدام الله، لأن القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. ساعات الإنسان يبقى متجبر وشايف نفسه قوي، وبالتالي يبقى فقير في النعمة، فقير في النعمة، يفتقر للنعمة. لكن لما بيتضع بيتملي بالنعمة. فربنا أحيانا يسمح بأن احنا نتذلل بكافة التجارب والأحزان حتى نتضع. وتواضع القلب هو مفتاح التوبة، مفيش واحد متكبر بيتوب، مفيش واحد متكبر وشايف نفسه بيفهم أحسن من غيره وعمال يدين الناس يعرف يتوب. المتكبر زي الفريسي كده اللي شايف نفسه أفضل من غيره من باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، عمره ما يتوب. فالتواضع هو مفتاح التوبة. فربنا أحيانا يسمح بحاجات عشان نحس بضعفنا، يسمح بتجارب، يسمح بأحزان علشان نتواضع. ولما بنتواضع بنواجه نفسنا بصدق وبنحس إن إحنا فعلا ضعفاء وبنتوب، وربنا بيتحنن علينا لأن ربنا دايما قلبه حنون وبيقبل التوبة. أيضا التواضع هو اللي بيحرك القلب للصلاة، لأن الإنسان بيحس بالاحتياج. شوفوا الفرق برضو، نرجع للعشار والفريسي. الفريسي مش محتاج، متكبر فمش محتاج، مش حاسس بالاحتياج، في حين أن العشار أول حاجة هو محتاج، عنده شعور بالاحتياج، ده اللي وداه الهيكل وده اللي خلاه يقرع صدره ويطلب المراحم يقول له ارحمني أنا الخاطئ. هتلاقوا الفريسي ما طلبش حاجة، صح؟ الفريسي يتعظم على الناس وبس، اللهم أشكرك، وبيعدد فضائله، لأني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا ولا مثل هذا العشار، أنا أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. ما طلبش حاجة، هو مش شعر بالاحتياج. المتواضع يحس بالاحتياج فيطلب، المتكبر ما يحسش بالاحتياج وحاسس أنه أحسن من غيره كتير وخلاص. فالتواضع هو اللي مفتاح التوبة، هو اللي بيساعد على مواجهة النفس بصدق، هو اللي بيحنن قلب الله لقبول التوبة، وهو اللي بيحرك القلب للإيه؟ للصلاة. نمرة خمسة، إن إحنا لابد أن نصنع أثماراً طريق بالتوبة، مش بس نصلي، لا نحاول ونطلب مراحم ربنا وغفرانه، لا نحاول نصلح الأخطاء الفادحة اللي إحنا عملناها. لو أنا غلطت في حد لازم أعتذر له، لو أنا عملت خدت حاجة مش بتاعتي أرجعها، لو أنا عملت تخريب في حاجة أصلح التخريب اللي أنا عملته، وهكذا. فمنسى بحسب ما احنا شفنا حاول بقدر الإمكان يصلح يعني، فدي كانت تعتبر أثمارا تليق بالتوبة. نقطة الستة،
لما ربنا لما منسى بيطلب من ربنا بيقول له ده انت اله التائبين. ساعات احنا نعتبر ان الخطاه دول ناس اشرار ومرفوضين من الله، لا هم مش مرفوضين، دي دعوه الله للناس دول، دعوه ربنا للناس دول اللي هم بيرتكبوا ابشع الخطايا. البشاره بالانجيل هي للخطاة، لكن لازم يشعروا بأن هم خطاة ومرضى ويروحوا للمسيح، وهو هيبقى فرحان بيهم جدا، فرحان بيهم لأن هم انتبهوا ورجعوا له ويتباسط معاهم ويحتضنهم ويقول كده لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فكويس إن هم راجعين لي ويرجعوا له يفرح بيهم. في تيموساوس الأولى الإصحاح الأول أقرأ لكم حتة كده، قديس بولس الرسول بيقول القديس تيموثاوس إيه؟ بيقول له أن ناموس لم يوضع للبار بل للأثمة، للمتمردين، للفجار والخطاة، للدنيسين. حطت لستة وحشة قوي، صعبة قوي، هنقراها يعني. الأثم للمتمردين، للفجار والخطاة، للدنيسين والمستبيحين، لقاتل الآباء وقاتل الأمهات، لقاتل الناس، للزناة، لمضاجع الذكور، لسارق الناس، للكذابين، للحناثين. حناثين لو ما بيحلفوا وما يوفوش. وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح، الناموس موضوع للحاجات للناس دي حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي أؤتمنت أنا عليه. هي دي الكرازة بالإنجيل اللي أنا أؤتمنت عليه، إن أنا أروح أبشر الناس دي وأقول لهم تعالوا، وربنا مستعد يتغاضى عن أزمنة الجهل، ربنا مستعد يقبلكم تعالوا. وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني، إذ أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة، أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا ولكنني رحمت. وأنا كمان كنت من الناس دي، وبيعترف أنا كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا ولكنني رحمت، لأني فعلت بجهل في عدم إيمان، وتفضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. بعد بيلخص الفكرة قديس بولس الرسول، بيلخص الفكرة إن الإنجيل ده جاي علشان الخطاة. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الإيه؟ الخطاة، الذين أولهم إيه؟ أنا. حتى احنا واخدينها بنصلي بيها في الصلاة، مش كده؟ فشوفوا ربنا ده إله التائبين، ربنا ده بتاع الخطاة، ربنا ده جاي علشان يخلص الخطاة، جاي علشان المرضى، هو الطبيب الحقيقي اللي جاي يخلص المرضى. الأصحاء اللي ما بيحتاجوش إلى طبيب ولا يطلبونه دول مش حينالوا الخلاص منه. نمرة 7 وآخر حاجة، إن التوبة في الصغر أفضل من التوبة في الكبر. شفنا التوبة في الكبر بتاعت منسى، ما لحقش يصلح، ما عرفش على قد ما قدر يعني، حاول بس يعني في حاجات فضلت ملخبطة، عشان كده ابنه حتى كمل اللخبطة، هو ما لحقش، هو ما رباش ابنه يعني، ما لحقش. طيب ما التوبة بقى من النهاردة أحسن من التوبة بكرة، الرجوع لربنا النهاردة أحسن من الرجوع لربنا بكرة. التوبة النهاردة، ما أقولش طب لما أبقى أكبر بقى خلي الواحد دلوقتي يعني يشوف الدنيا فيها إيه ويجرب كل حاجة، لا لا لا، نرجع لربنا النهاردة أحسن من أرجع له بكرة. كده خلصنا تقريبا الصلوة بتاعت منسى وحياته، وتوبته وصلاته الجميلة اللي فيها توبة وفيها
إشارات جميلة لمراحم ربنا المتسعة، وإن هو إله التائبين. تفضل. الدقيقة واحدة أجيب لك الميكروفون. بوظوا حياة الناس كلها. ليه ربنا يسمح ان الناس دي مالهاش ذنب ان حياتها تبوظ؟ الاطفال دي ملائكة وبيطلعوا، يعني اطفال بريئة. ايه اللي يخلي زي منسة كده بوظ شعب كامل؟ ايه اللي ربنا يسمح ليه ان منسة يبوظ شعب كان متدين وماشي مع ربنا؟ دول ولاد ربنا برضو، ربنا المفروض يحاجي زي ما انت قلت سيدسك بيحاجي عليهم. ولما ربنا بص، هو كل واحد، أنا متألم جدا من كده طبعا، لكن كل واحد عنده مسؤولية، وكل واحد الناس اللي هم تحت إيديه يا إما بيبقى سبب بركة ليهم يا إما بيبقوا ضحية ليه. اي مسؤوليه كان، بلاش يعني اتكلم في بيوتنا ولا بتكلم في الكنيسه، خلينا اتكلم في شركه. واحد مدير في شركه هو عنده عقد نفسيه، هيبهدل الناس اللي تحت ايده ويتعبهم جدا ويعيشهم في مرار ويظلموا. ها، ولو هو انسان حلو ومحب وسوي وعادل، الناس هتبقى مستمتعه بالقيادة بتاعته. ده موجود في كل حتة على كافة المستويات، على مستوى صغير وعلى مستوى كبير. يعني رئيس كويس تلاقي الشعب مستمتع بالفترة بتاعت رئاسته، مش كده؟ رئيس ديكتاتور وبيناطح وبعايز يكون زعيم وعايز يدخل شعبه في حروب وبهدلة ومئات الآلاف يموتوا، مش كده؟ فكل واحد على قد مسؤوليته وهيتحاسب، وربنا عادل في الآخر. الحاجة الوحيدة اللي بتعزينا إن إحنا لسنا من هذا العالم، إن الإنسان أيامه على الأرض قليلة، وحسناً فعل الله إنه قصر عمر الإنسان، إن الأيام قليلة، إن العالم موضوع في الشرير من بعد ما الشيطان دخل. إحنا اللي دخلناه برضو، يعني آدم وحواء اللي دخلوه يسيطر فخرب الدنيا. الأرض الجميلة بقت بتنتج شوكا وحسكا، يعني بتطلع مشاكل. يعني الشيطان عمال ضيقات وأحزان وصراعات فالعمر الإنسان تعزيتنا إن إحنا رجعنا بقى في الحياة الأبدية، تعزيتنا إن في قيامة، واللي هيعيشوا أمناء لربنا هيتمجدوا. وربنا عارف ظروف كل الناس، في ناس فعلا ضحايا، ضحايا للناس اللي كانوا مسؤولين عنه. ربنا شايف وربنا عادل، وهتستكمل العدالة في السماء، تستكمل العدالة في السماء. في ناس فعلا على الأرض، الأرض ما فيهاش عدل. ليه؟ لأنه عدو الخير هو رئيس هذا العالم، لكن ربنا بيحمينا من الشرير. تبقى مزمور كده جميل كنت بصليه، بنصليه في صلاة الساعة السادسة، هو الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء. فيقول عبارة كده يعني أثرت فيا الأسبوع ده كده وأنا عمال أفكر فيها. يقول عدله يحيط بك كالسلاح، يعني ما تخافش لو أنت اتظلمت، عدله يحميك، هيحميك، هيتتحقق العدالة، هيجيب لك حقك، هيجيب لك حقك وهيعوضك. لو ما كانش في الأرض وإحنا مش ما نعرفش، مش مهم في الأرض، لكن المهم إنك
عدله يحيط بك كالسلاح. عارف السلاح اللي الواحد بيحتمي بيه؟ عدله يحيط بك كالسلاح. فربنا عادل هيعوض كل حاجة في السماء، لكن الأرض فيها مظالم وفيها مآسي نتيجة دخول عدو الخير. أي تعليق أو سؤال تاني؟ وسبونا ملك منسى ده عاش أكثر من 50 سنة في الشر، ربنا اداله فرصة طويلة 50 سنة، أكثر من 50 سنة. هل طول إنات ربنا وصلاحه ورحمته ومحبته لينا تكون سبب إن إحنا نتمادى في الخطية؟ الواحد بيخرج من البيت رايح الشغل، ممكن في النص ساعة اللي هيسوقها يمكن يكسر خطية، يمكن يكسر وصية أو اثنين، إنه ما بيقدرش يكسر إشارة مرور وهم بيعد الطريق، يعني خايف من المخالفة. ممكن واحد يروح البيت وهو كسر ممكن أكتر من وصية ويتعشى وينام وكله كويس، إنما لو جت مخالفة في اليوم ممكن يتعكنن، ممكن يعني نفسه تسد عن العشاء، يعني بمعنى صح. فهل طول إنات ربنا دي سبب إن إحنا يعني نتمادى شوية في الحاجة دي؟ بص، هو الإنسان الشاطر بيستفيد بطول إنات الله، إنه يتوب وإنه يرجع يقول له يا رب أشكرك لأنك أعطيتني الفرصة إن أنا أرجع. لكن اللي هيستهين بطول إنات الله ده يبقى خطر، خطر كبير عليه. بص، القديس بولس الرسول بيتكلم في الحتة دي في رومية 2، بيتكلم على الناس اللي هي متكبرين وبيتمادوا في الشر وبيدينوا الآخرين كمان، زي الفريسي اللي احنا بنحكي كنا عنه دلوقتي، بيدين العشار، يقول أنا لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار، حاطط نفسه فوق وبيدين، وهو زي ما المسيح وصفهم عميان وقادة عميان وقبور مبيضة وبينقوا خارج وسايبين الداخل مملوء عظام أموات وكل النجاسة، ومتكبرين ومحبين للمال ومحبين للكرامة والمجد بتاع العالم. قديس بولس الرسول في رومية 2 بيقول كلام مهم قوي، بيقول دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه، قال يعني أخطاء قبل كده. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها؟ تلاقيه بيفعلها في السر من وراء الناس. أنك تنجو من دينونة الله أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته؟ فزي ما أنت بتقول ممكن واحد ما يكسرش إشارة عشان خايف يدفع تيكت، يدفع غرامة ويكسر الوصية ويستهين بها عشان ربنا طيب. لا، أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ ده هو هدفه، أن يقتادك إلى التوبة. ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة، بتحوش لنفسك غضبا في يوم الغضب بسبب قساوتك وقلبك غير التائب، تظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. كل حاجة محسوبة، هيجازي بعدل دينونة الله العادلة. طب الأبرار الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، يجازيهم بالحياة الأبدية لما صبروا في العمل الصالح ويطلبون المجد والكرامة والبقاء، يعني الحياة الأبدية، فبالحياة الأبدية. وأما الذين هم من أهل التحزب، أكتر حاجة تخلي الواحد يدين التحزب أصلا، هو مش صافي، مش عادل،
لا هو متحزب لحاجة معينة، فاللي هيقول كلمة الحق ممكن تدين حد معين، فتبص تلاقيه هو متحزب، فعمال عامل جبهة وبيدين. أما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون الحق، ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم، هيجازيهم بإيه؟ سخط وغضب، شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، لأن ليس عند الله محاباة. فإحنا طول أنات الله ولطفه وإمهاله ده يقتدنا إلى الإيه؟ إلى التوبة، لكن لا نستهين، وإلا يبقى بندخر وبنحوش لأنفسنا غضبا في يوم الغضب. طيب احنا كده خلصنا منسى، واحنا فضلنا زي ما اتفقنا عندنا ثلاث موضوعات في دانيال في الأسفار القانونية اللي هي في النص السبعيني، في قصة سوسنة وقصة البال البعل وقصة وتسبيحة الثلاث فتية. إن شاء الله ناخدهم المرة الجاية، ناخد واحدة واحدة يعني بعد كده. النهاردة احنا قلنا بس نخلص موضوع منسى والصلاة جميلة بتاع التوبت. تفضل نصلي. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب يسوع المسيح من كل قلوبنا نشكرك لأن مراحمك عظيمة علينا يا رب، نشكرك لأنك أنت دايما فاتح حضنك لينا يا ربي، ووعدك أمين وصادق، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. حتى يا ربي اللي بيعيشوا في أشنع درجات الخطية أنت يا ربي فاتح حضنك ليهم وبتقبلهم، مستعد تغسلهم يا رب. ادينا دايما نلجأ لك يا ربي ونعترف قدامك بضعفنا وبخطايانا، واثقين انك تغسلنا فنبيض اكثر من الثلج، تقدس حياتنا كلها ليك يا رب. ساعدنا يا ربي علشان نغرس هذا الايمان وهذا الحب الالهي في قلوب اولادنا يا رب، ودينا نعمه يا رب ان احنا نعيش امناء ليك كل ايام حياتنا، ما تسمحش ان احنا نستهين بلطفك وطول أناتك، لكن نستفيد يا ربي بكل دقيقة بتديها لنا، لأن الوقت وقت مقبول واليوم يوم خلاص. بركة أمنا الست العذراء باركنا، بركة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، بركة كافة مصاف الشهداء والأبرار والقديسين. استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.